عمرك فكرت ليه رمش العين ما بيطول رغم انه شعر؟ شعر الراس، الشارب، الدقن كله عم يطول ما عدا شعر الرمش. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ خلقت القرنية شفافة، كل خلايا الجسم تتغذى عن طريق الأوردة الشعيرية إلا القرنية. الله خلق لها طريقة خاصة اسمها الحلول بدون ما يكون في أوردة شعيرية، لأنه لو كانت العين عم تتغذى عن طريق الأوردة كان رؤيتنا ما رح تكون أبدا واضحة، مثل لما نفتح الكاميرا تبعت الموبايل بتكون خطوط بالطول وبالعرض، فرح تكون نظرتنا فيها خطوط مثل الشبكة لأنه في أوردة. سبحان ربي ما أعظمك، لما نصحى من النوم ما بنضطر نمسح عدسة العين عشان نشوف على السريع، بنصحى من النوم بنفتح بنشوف، مثل لما نمسك الموبايل نصور فيه لازم نمسح العدسة عشان تكون أوضح، أو النظارة بنمسح برضو العدسات عشان نقدر نشوف أحسن. بس رب العالمين خلقنا القدرة إنه أول ما نفتح نقدر نشوف. عينك بتقدر تعمل فوكس على شيء قريب وبعيد بنفس اللحظة وبسرعة وبسلاسة بالحركة، يعني ممكن نشوف شجرة بعيدة ووردة قريبة بنفس اللحظة. الرؤية بتكون 3D، يعني مش بنركز مثل الموبايل أو كاميرا التصوير على شيء بنعمل فوكس، يعني بنقرب وبنبعد، لا بنفس اللحظة بنقرب وبنبعد بسرعة وبسلاسة، والنظر بتكون 3D، النظرة بتكون واسعة، يعني بتشوف على يمينك وعلى شمالك وعلى قدامك. لما تكون طالع مشوار بسيارتك والدنيا عم تمطر تحتاج تشغل مساحات السيارة. رب العالمين خلق لك الجفن والرمش ليحمي عيونك من كل البكتيريا والأتربة والأوساخ. نحن بنرمش بالدقيقة 17 مرة، وكل ما ترمش عينك في خلايا بتفرز من تحت الجفن عشان تنظف عينك. حتى وانت نايم العين بتكون شغالة بتنظيف العين من كل البكتيريا والفيروسات والأوساخ. حتى انك بتصحى من النوم بتلاقي المادة الصفراء على طرف عينك، هاي نتيجة الغسل طول الليل. الله ما خلق ولا شيء عبث، ماء العين موجود لترطيب العين، موجود كمان لمنع العين من التجمد. في العالم اللي ساكنة بالمناطق المتجمدة أحيانا بتكون 70 تحت الصفر، هاي عينيها ما بتتجمد بسبب ماء العين. نحن لما نكون بردانين فينا نغطي إيدينا، جسمنا، رجلينا، شعرنا، أما العين ما بتتغطى لأنه رب العالمين خالقها ضد التجمد. سبحان الله ما أعظمك، يعني العين لحالها بتكفي للتأمل، كفي لنقعد بالساعات نتأمل بإبداع الخالق بإبداع الصانع. عشان انت تقدر تشوف وتكون الرؤية واضحة 100%، الله خلق لك 100 مليون مستقبل ضوئي. العين بتقدر تفرق بين 8 ملايين لون، والمرأة أكتر، عشان هيك المرأة بتقدر تشوف لون السومو والتريكواز والبحلوي، أما الزلمة أقل تركيز بالألوان أقل. أنشط عضلات بالجسم هي عضلات القرنية أو عضلات العين، كرمال هيك نحن بنقدر نتحرك بسرعة بالنظر يمين شمال لقدام، بنقدر نتحرك بعينينا بسرعة بسرعة لأنه العضلات هيك الله خالقها، كرمال نقدر نتحرك بسلاسة. سبحان ربي الأعلى، لو صار في خدش بالعين بتلم بسرعة، يعني بتتداوى خلال 48 ساعة ممكن العين تلم الخدش أو الجرح اللي صار فيها، وإنت بنفس الوقت ما رح تحس انه الرؤية عندك غبشت، او مثل كاميرا الموبايل لما تنخدش بتصير الصورة مش واضحة او ببين انه في خدش، اما العين لا بتشوف الرؤية تمام. دموع العين لحالهم شغلة لحالهم قصة، لو قعدنا بس يعني نفكر بدمع العين، دمع العين في 3 طبقات، الطبقة الاولى طبقة مخاطية لازقة بالقرنية كرمال تثبت الدمع ضد الجاذبية، عشان انه الدمع يضل في مي بالعين ضلها مرطبة العين وتحمي العين من الفيروس والبكتيريا. اما الطبقة الثانية فهي طبقة مائية يدوب فيها الاكسجين كرمال تغذي القرنية، اما الطبقة الثالثة فهي طبقة دهنية تمنع الدمع من التبخر، يعني تخيل تكون انت واقف بالحر بالصيف وعينك عم تتبخر الدمع اللي فيه. سبحان ربي ما اعظمك، عين وبشكل مختصر لو تأملنا فيها لنقع طول الوقت نقول الحمد لله
الحمد لله على هاي النعمة. ثم الله الذي أتقن كل شيء.